أنا عارف إنك يمكن زهقت من كتر ما الناس بتيجي تقعد على الكرسي ده مش فايقة وتقعد تحكي لك مقاسيها، بس أوعدك قصتي هتبقى مختلفة ويمكن تعجبك وتحكيها في يوم لحد عايز تنصحه ما يوصلش للي أنا فيه. أنا اتولدت في ريو دي جانيرو لأسرة برازيلية فقيرة جداً، وزي أي طفل برازيلي عايش في عشوائيات متعتنا الوحيدة هي لعب الكرة. الكرة هي موهبتي الوحيدة وما كنتش بعرف أعمل أي حاجة تانية غيرها، وكان حلمي الوحيد إني أكون لاعب كرة مشهور وغني وعندي عربية كبيرة. حلمي ده خلاني خدت الكرة بمحمل الجد وإني لازم أبذل كل جهدي علشان أحققه، وطبعاً خدت دعم كامل من أبويا وأمي وكمان جدتي. الموارد في البيت كانت شبه معدومة، وجباتي في استراحة اللعب بتكون دايماً حاجة واحدة، وهي حلة فشار عاملاها جدتي علشان أسد بيها جوعي، ومن هنا صحابي سموني طفل الفشار. أبويا كان بيبذل كل طاقته علشان يلبي احتياجاتي. في مرة عجبني هدوم متعلقة وكنت عايزه يشتريها لي، بس للأسف زي ما قلتلك الموارد كانت محدودة جداً. عمري ما هنسى كلمة قالها لي في مرة ودمعة نازلة من عينه: أنا مش هقدر أجيب لك هدية غالية، بس هقدر أوديك لفريق تلعب فيه كورة. وبالفعل جمع كل الفلوس اللي حوشها طول حياته علشان لما تجيني الفرصة وانضم الفريق يقدر يساعدني ويحقق لي طلباتي وقتها. مش هكون ببالغ لو قلتلك إنه في بعض الأحيان كان بيبقى في حالة اضطراب عن الأكل في البيت، كل ده علشان هدف واحد وهو إني أبقى لعيب كورة. لما بقى عندي 17 سنة كان أول تحدي حقيقي علشان أحقق حلمي وأعوض أسرتي عن المعاناة اللي حصلت بسببي. انضميت لفلامينجو سنة 99، بدأت في مركز لاعب خط الوسط المدافع، وبسبب جسمي القوي وطولي الفارع بسرعة قدرت أقنع المدرب بقدراتي الهجومية وفعلا بقيت مهاجم الفريق. وطبعا بعد أداء رائع مع فريق الشباب كان كفيل لإني أتصعد الفريق الأول في السنة التانية وأمضي عقد مع الفريق. وبعد ما كان لقبي طفل الفشار في منطقتي، جمهور فلامينجو لقبني بالدبابة، وطبعاً انت عارف الدبابة بتعمل ايه لما بيكون الهدف قصادها. تألقي اللافت للنظر وصل لكشافين انتر ميلان، وقبل ما كمل عقدي اللي مدته سنتين مع فلامينجو بقيت لاعب في صفوف النيراتزوري في موسم 2001-2002. صفقة انتقالي وصلت ل 13 مليون يورو، وهنا بدأت أحس ان أحلام الطفولة ابتدت تتحقق، بس زي معظم البرازيليين لما بيحترفوا في البداية حسيت بغربة كبيرة، وكان صعب التكيف على الوضع الجديد بعيد عن أهلي وبلدي، فكنت بكسر ملل الروتين بإني أقضي الليل مع الفتيات زي حياتي العادية في البرازيل. رونالدو احتضني ووجهني لإني لازم أركز في الكورة وبس، ومنعني من السهر وفهمني إن الحياة في أوروبا يعني التزام. مش بس كده، الظاهرة اداني بعض النصايح اللي عاملها في أرض الملعب علشان أقدر أقنع الجمهور بقدراتي. روحه الجميلة دي دايماً كانت بتحسسني إني لسه في البرازيل مش في ميلانو. لكن رونالدو كان عامل لي مشكلة من نوع تاني. عشان طفل عنده 19 سنة يقدر يقنع المدرب إنه يخرج رونالدو من الملعب وينزلني، ده طبعاً مستحيل. ده كان قاعد روبي كين بنفسه على الدكة، وكانت النتيجة إني بشارك على فترات متباعدة. صحيح أول مباراة شاركت فيها كانت ودية قدام ريال مدريد، بس قدرت أسجل فيها هدف. لكن طول الموسم شاركت في 8 مباريات بس، وكبديل قدرت أسجل فيهم هدف قدام في تشينزا. وبما إن موهبتي الوحيدة هي لعب الكورة، فكانت دكة الاحتياط هي قتل موهبتي. وبالفعل انتقلت لفيورنتينا على سبيل الإعارة وسجلت معاهم 6 أهداف في 15 مباراة، وساعتها كان عرض بارما جاهز بالفعل. وافقت على العرض علشان أكمل تحقيق حلمي وحلم عيلتي. الفريق أبرم صفقة تانية مع صفقتي وحصل على خدمات أدريان موتو، وشكلنا ثنائي دمر أعتى المدافعين في إيطاليا. في أول موسم لينا سجلت 15 هدف وموتو 18 هدف، وفي الموسم الثاني شاركت في 9 مباريات سجلت فيهم 8 أهداف. كانت مهمتي إني أسحب معايا أكبر عدد من المدافعين وأهيئ الطريق لموتو علشان يتوغل ويسجل، وموتو يستخدم تمريراته السحرية علشان تخترق الدفاع وتوصل لي قدام المرمى، ووقتها كان أدريانو قدام حارس المرمى يساوي هدف. تألقي مع ورما شكل ضغط كبير على إدارة إنتر ميلان، وبعد ما كانوا مشتريني ب 13 مليون يورو أول ما وصلت إيطاليا، دفعوا 23 مليون يورو علشان أرجع للفريق مرة تانية. في الوقت ده تقدم لي عروض من مانشستر سيتي، ودخل تشيلسي في المفاوضات مع بارما، وبعدهم بقيت على الرادار ريال مدريد،
بس أنا اخترت أني أرجع لإنتر تاني علشان أكمل الحلم اللي بدأته من 3 سنين. حاولت أثبت لنفسي وللجمهور أني كنت أستحق فرصة للمشاركة، والنتيجة كان اللي أنت شايفه ده. في 2004 أدائي المبهر مع إنتر كان البوابة لاستدعاء الكوبا أمريكا. اختاروني على حساب الظاهرة علشان أكون مهاجم المنتخب، وهنا كان لازم أثبت للعالم كله أني فعلاً أدي الاختيار ده. سجلت 7 أهداف في البطولة وحصدت لقب الهداف وأفضل لاعب في البطولة. مش بس كده، لأ، أنا سجلت هدف التعادل في الثانية الأخيرة قدام الأرجنتين عشان أوصل المباراة لركلات الترجيح ونفوز باللقب في النهاية. ومن لقب طفل الفشار والدبابة بقيت الإمبراطور. الكاس والألقاب اللي حققتها كنت حابب أقدمها لوالدي. الفضل كله يرجع ليه، هو صديقي في الحياة ومن غيره مسواش أي شيء. بعد 10 أيام بالظبط من تحقيق اللقب رجعت الميلانو وكنت في غرفتي مع خافير زانيتي. جات لي مكالمة من البرازيل: أدري باباك توفى. وهنا كانت لحظة انهيار الإمبراطور. كسرت الموبايل على الأرض وصرخت بأعلى حاجة عندي. حسيت إن انكسرت وإن الحياة وقفت وبقى مستحيل أكملها. أنا لسه عندي 22 سنة وقادر أكمل حلم أبويا، وفعلاً كملت لعب وموقفتش، لكن فقدت شغف الحياة كلها ومتعة الكورة. لما كنت بسجل بدل مفرح مع زمايلي، لا إرادياً كنت برفع إيدي للسماء وضعي لأبويا. صدقني أنا حاولت أعدي المحنة بس للأسف ما قدرتش. دخلت في مرحلة اكتئاب حاد، وللأمانة زمايلي خاصة زانيتي حاولوا يخرجوني من الحالة دي، لكن للأسف أنا ما كنتش قادر أساعدهم زي ما هم بيحاولوا يساعدوني. كوردوبا قال لي: أدريانو، أنت مزيج من إبراهيموفيتش ورونالدو، أنت أكيد عارف ده، أنت بسهولة تقدر تكون أفضل لعيب في التاريخ. وعشان أهرب من إحساس الوحدة انجرفت للشرب بشراهة. تقدر تقول كانت هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليني مبسوط أو بتنسيني الصدمة. الوضع وصل لإني بقيت أروح التدريبات وأنا مش في وعي، لدرجة إن دكتور الفريق أخدني عشان أنام جوه عيادة الفريق. ولما الصحفيين عرفوا الخبر رد النادي بإني بعاني من إجهاد عضلي. بعد 2 سنين من موت أبويا حصلت على جائزة الصفيحة الذهبية. أيوة زي ما سمعت كده، مش الكرة الذهبية. الجائزة دي بيدوها لأسوأ لاعب في الدوري الإيطالي، وبعد مستواي المزري كانت من نصيبي في 2 موسم ورا بعض 2006 و2007. لعبي للكرة استمر لكن لياقتي البدنية ما استمرتش معايا، والنتيجة اني ما كنتش بكمل اكتر من موسم مع اي فريق، ما بين ساو باولو لفلامينجو لروما لكريانسنس واخرهم كان ميامي يونايتد اللي ما شاركتش معاهم في اي مباراة. وفي النهاية رجعت تاني للبرازيل ورجعت لأصدقاء منطقتي القديمة اللي ابتدى من عندهم الحلم. لكن زي ما خلال الفترة اللي فاتت أنا اتغيرت وكنت الإمبراطور في إيطاليا، فهم برضو اتغيروا وبقوا زعماء عصابة القيادة الحمراء الأخطر في البرازيل. زي ما قلتلك في البداية، الحياة بالنسبة لأي طفل خارج من حي فقير في ريو دي جانيرو يا تبقى لاعب كورة مشهور وعندك فلوس، يا تنضم للعصابات وتكون ثروتك من خلال الطرق المشبوهة. رجوع البرازيل ما خلصنيش من الاكتئاب اللي لازمني من يوم ما ابويا مات. الاكتئاب هو حالة العذاب اللي بتكون انت فيها السجين والسجان في نفس الوقت. وزني اللي كان زايد زاد اكتر، وواحدة واحدة لقيت نفسي متورط في اعمال اجرامية ما بين الاتجار في المخدرات وتوفير دراجات بخارية بغرض استغلالها في الترويج للمخدرات. والحسن حظي ما كانش فيه ادلة كافية، والقاضي اداني براءة في القضية اللي اتورطت فيها. انا بكل تأكيد خسرت كتير، خسرت شهرة وألقاب وأسطورة كانت ممكن تتكتب ويتضرب بيها المثل لأي شاب نفسه يبقى مهاجم متكامل. بس صدقني أنا خسرت كتير، بس ما خسرتش كل حاجة. بعد فترة طويلة من الاكتئاب والعزلة وعلاقات عاطفية واجتماعية فاشلة، قدرت بشكل كبير أني أخرج من المحنة دي وأرجع أعيش حياتي بشكل طبيعي وسط أسرتي. دلوقتي حياتي الاجتماعية بقت مستقرة بشكل كبير، وبقيت بحاول بقدر الإمكان أرجع أتواصل مع المشجعين والمتابعين بشكل أكتر. تقدر تقول كده نهاية الرحلة كانت من منطقة البداية.